بيكم أصدقائي الأعزاء، معنا موسى كميل لأحد أصدقائنا من زاوية الرضا. صديقتنا الجميلة لديها بتر في أحد الساقين، هي إرادة قوية تتحدى الأعاقة وتواجهها بكل شجاعة وعزيمة وإصرار. رساق واحدة وعكاز من المعدن تعيش صديقتنا الجميلة حياة سعيدة رغم كل التحديات اللي بتمر بيها، ثقتها بنفسها وإيمانها بقدراتها الخاصة قدرت تتخطى أي إعاقة وتواجه أي أزمة. صديقتنا الجميلة نموذج جميل للمرأة القوية، جمعت بين قوة الإرادة والجمال والذكاء، كل رشاقة بتتحدى الإعاقة وبتواجهها بكل شجاعة. تخرج صديقتنا الجميلة للحياة بإرادة قوية تواجهها بكل صعوباتها وتحدياتها.